اللي بتركب الانترفيسز النكس اللي بتركب في سويتش من اقدم نوع لاحدث نوع. تعالى نبدا باول نوع. اول نوع من انواع الكوردز كارت اسمه الايثرنت كورد. طيب وهو الايثرنت كورد ده الستاندرد بتاعته ايه؟ المفروض دي ستاندرد. الستاندرد بتاعته اسمها اي تريبل اي 802.3. حد يفتكر اي حاجه عن الرمز ده؟ ايوه ان بالظبط اي تريبل اي اللي هي الهيئه المفروض مسؤوله عن تنظيم الابحاث في اللام. يعني هتلاقي اي الحاجات اللي في اللام مكتوب اي تريبل اي. يعني مثلا الداتا شيت بتاع سويتش هتلاقي ثلاث ارباع البروتوكولز مكتوب عليها اي تريبل اي بكذا اي تريبل اي بكذا. يعني اغلب الاختراعات اللي بتسيرش في اللام كلها السبونسر بتاعها اي تريبل اي. من سنه كام الاي تريبل اي مسؤول عن الكلام ده؟ من سنه 1980 شهر فبراير. فعلا في بروجكت اي تريبل اي هي مسكان من سنه 80 شهر 2 بيسموه كده البروجكت 802. وراجع ليه 802 ومش بقلش عليك؟ يعني راجع 802 بعض الناس يقول لك يا باشا لا ده الكلام ده مش حقيقي. شوف على الانترنت يعني دلوقتي انت سهل تخش تسيرش في ثانيه. يعني قبل ما اخلص الحته تكون انت دورت ولقيت الحقيقه. ف 1980 وده فبراير. في نفس ذات النفس تعرف تطلع المعلومه. فمن سنه 1980 وهي المسؤوله عن الابحاث لحد دلوقتي لحد 2015 لما بيحصل بحث ليه علاقه بالايثرنت او باللان برضه بيسموه اي تريبل اي 802. بمعنى يعني هتلاقي في بعض الناس كانت تيجي تسالني لو انا ما قلتش المعلومه دي ان احنا قاعدين بنشرح ايه الايثر شانلز والاتش اس ار بي والجي بي بي والال اي سي بي والبي جي بي بروتوكولز كتيره كده وده منهم ايه؟ وده اي تريبل اي 802. اي تريبل اي واحد قال لي يا باشا انا كل حاجه اخترعوها سنه 80 شهر 2. لا مش كل حاجه اخترعوها سنه 80. هو اول حاجه بداوا يعني يبداوا بيها كان سنه 80 شهر 2 بس لحد دلوقتي لحد دلوقتي بيخترعوا حاجات وبيسموها 802. مش كل الحاجات سنه 80 شهر 2. يعني الواي فاي مثلا 802.11 الواي فاي ده لان تكنولوجي اصلا. ان جي الاي والبي والجي والان وفي الاي الاخير؟ السي اي سي الاي سي. ف يعني الاي سي دي معموله سنه 2014 المفروض هتبقى يعني في 2015 كانت تبقى اي ماركت. يعني 2015 بتتعمل الاي سي دي فاكيد مش هتعمل سنه 80 شهر 2. هي بس اسم البروجكت 2. طبعا الثلاثه انت عارف بقى الثلاثه دي هي بسبب ان اللي اخترعوا الايثرنت في الاول كانوا مين؟ ثلاثه. اثنين امريكان في جامعه هوارد واحد اسمه دوكش كده عارف سيرش سيرش الناس دوكش اللي في مصر الحاجات دي بصدق لا لو بتصدق بلاش. هما بص هما كانوا اثنين ما كانش في واحد تاني بس انا حبيت عشان خاطر الفيلم بتاع السكي قريب انا هو ان انا اقوم بدور في الفيلم ده ان انا الدوكش هقف في نص الكابل واقعد اشوف الداتا وهي ماشيه رايحه ولا واشد الكابل بقى وما اديله العجل طيب فالمهم الايثرنت كارت السرعه بتاعته 10 ميجا بت بير ثانيه 10 ميجا بت بير ثانيه من انواع الكروت واسمائها ايه؟ من اسماء الكروت اللي بتشتغل ايثرنت كارت اسمه 10 بيز تي. ال 10 اللي هي ان الكارت ده سرعته 10 ميجا بت بير ثانيه. يعني الكارت ده مثلا لو مكتوب عليه كده 10 بيز تي لو السويتش ده مكتوب عليه 10 بيز تي فده مقصود بيها ان السيركتس اللي جوه الدوائر اللي جوه دي تقدر تطلع على الداتا بسرعه 10 ميجا بت بير ثانيه. خلي بالك 10 ميجا بت بير ثانيه رايح و10 ميجا بت بير ثانيه ثاني في نفس الوقت ممكن يبقى راجع. يعني يقدر يخرج 10 ميجا ويستقبل في نفس الوقت 10 ميجا. يعني لو انت بتبص بمنظار في كام؟ في 20 ميجا 10 ميجا خارج و10 ميجا داخل. لو فول دوبلكس لو فول دوبلكس بمعنى ان السرعه دي ات هاف دوبلكس. يعني ات هاف دوبلكس يعني لو كان شغال في سكه واحده 10 ميجا لو شغال رايح وجاي 10 ميجا رايح و10 ميجا راجع. طيب وبيز كان مقصود بيها ايه؟ بيز باند ان هو بيز باند. يعني ايه بيز باند؟ ان السيركتس ما بتعملش اي موديليشن ما بتطلعش داتا على كاريرز نو نيد فور موديليشن بيز باند نو موديوليشن. فعلا طبيعه الايثرنت ان هي مش زي الدي اس ال. الدي اس ال الداتا بتطلع على كارير تبقى اسمها برود باند داتا بتطلع على فريكونسيز معينه عشان نقدر نقسم الكاب ابلود وداونلود وتليفون. اما في الايثرنت فالداتا بتطلع زي طبيعتها بيس باند. حتى ما عندهمش طرق لتكويد الداتا غير طريقه واحده بس اسمها مانشستر كود. يعني الداتا نفسها لما بتخرج بحاجه اسمها لاين كود مشهور باسم مانشستر. ما عندهمش حتى اوبشنز زي الوان. الوان فريم لي عنده كذا طريقه الدي اس ال عنده كذا طريقه. اما بالنسبه للايثرنت في طريقه اسمها مانشستر كود شكل 1 و0 يعني يطلع 5 فولت 0 فولت مفيش غيره. والتي مقصود بيها تويستد بير وتويستد بير مشهور ان هو يقدر يمشي لحد 100 متر مستريح.
ستاندرد تقول لك وي جارانتيك اي تريبل اي انك لحد 100 متر على كابلات التويستد بير هنقدر ان احنا يعني نبعت لك داتا بشكل مستريح. قول يا باشا السرعه دي سرعه الهاب دوبلكس، يعني لو شغال في الدوبلكس في 10 رايح 10 جاي، مقصود ايه بكده السرعه دي سرعه الهاب دوبلكس؟ ان دي سرعه الرايح بس او الجاي بس، يعني لو في الدوبلكس تبقى 10 بالظبط 10 رايح 10 جاي. في ساعات ناس بتبقى فاكره ان 10 ميجا معناها 5 ميجا رايح و5 ميجا راجع، لا هم 10 ميجا رايح و10 ميجا راجع. لو شغال في الدوبلكس في نفس الوقت. اه طب طب بس الهاب انا واحد واحد حاجه واحده بس اللي شغاله في الفول شغال بالسبيد الكامل بتاعه. طيب تعالى بس عايز اكلمك برضه شويه فرصه عن موضوع التويست بير للي ما يعرفش التويست بير. ان التويست بير كاتيجوريز، التويست بير كاتيجوريز بمعنى انت برضه كديزاينر صح ما ينفعش تكون انت بتعمل ديزاين لشبكه وتكون ساعات في بعض الشغل تكون بتحط سويتشات وراوترات بس. انا دايما كان في شغلي بحط سويتشات وراوترات وكم كرتونه كابلات، يعني كان شغل ديزاين سويتشات وراوترات. حلو المبنى بقى ده هيحتاج كام كرتونه كابلات؟ فعشان تقدر تحط هتحط كام كرتونه كابلات دي محتاجه انك تقيس، يعني تروح المكان اللي هيتركب فيه الشبكه تقيس المسافات او تاخد مسافات تقريبيه. بس المهم بقى انك انت تختار الكاتيجوري الصح. اقول لك على كاتيجوري 3 ما تشتغلش بيها خالص في اللعبه. كاتيجوري 3 المفروض ثيوريتيكال هي بتعرف تجيب اكتر من 8 بس هو براكتيكال اب تو 8 ميجا بت بير سكند. قصدي اصل لو جبت كابل كاتيجوري 3 كابل كات 3 على كارت ايثرنت، فكر معايا كده كمبيوتر شغال بكارت ايثرنت، كارت الايثرنت اللي هو 10 ميجا بت بير سكند، يعني بص دي كده تقدر تطلع كم عربيات 10 مليون بت في الثانيه. جبت انت كابل كاتيجوري 3، كابل كاتيجوري 3 كابل هو عباره عن الشارع اللي تمشي فيه العربيه، الشارع اللي هتمشي فيه الداتا، الشارع اللي هتمشي فيه العربيه. جبت انت كابل كات 3، الكابل كات 3 امكانياته 8 ميجا بت بير سكند، العربيه بتاعتنا مش هتعرف تخش في الشارع ده. تاني كارت بيطلع داتا، هتبقى داتا دي عربيات، الكابل هو الطريق اللي ماشيين فيه، فطبعا ما ينفعش يبقى الكابل امكانياته اضعف من العربيه، يعني ما ينفعش العربيه تخش في شارع ضيق مش هتقدر تخش اصلا. ولكن قصدي بالكلام ده انك انت لما تيجي ديزاين تختار انواع كروتك وتختار انواع الكابلات الملائمه، لازم الكابل يكون يا اما يساوي يا اما ازيد من احتياجات الكابل، لازم يبقى الشارع يا قد العربيه يا الشارع يكون اكبر من العربيه. فدايما بنعمل حساباتنا ان احنا نجيب كابلات كاتيجوريز احسن وافضل باعلى بشكل اعلى احسن ما تبقى على قد، يعني الدنيا لما بنبني فيها انفراستراكشر، انفراستراكشر بتتبني مره كل كام سنه؟ مره كل 5 سنين، مره كل 10 سنين، في ناس بتبني انفراستراكشر تقعد عليها 20 سنه. فاحسن ابني بنيه تحتيه تكون اقوى، بس طبعا كله على حسب الفلوس والبادجت بحيث تستحمل تكنولوجيز اعلى من كده. طبعا كاتيجوري 3 ده مش هينفع يشتغل معانا. امال كاتيجوري 3 ده شغال فين؟ اون وان. انت بيشتغل في الوان، هو كابلات التليفون اللي ماشي تحت الارض يشتغل دي اس ال، لكن ما يقدرش يشتغل انسايد اللان. امال بدايه من كام تقدر تشتغل انسايد اللان؟ كاتيجوري 5. هو كاتيجوري 5؟ كاتيجوري 5 بيقدر يشيل، هو بيقدر يشيل ثيوريتيكال 1 جيجا بس براكتيكال لحد 100 ميجا كفايه عليه قوي. مع الجيجا ساعات بيوقع داتا كتير. بس السي سي ان لا، في السي سي ان كانت بس هو فعلا ثيوريتيكال يعني على حسب الحسابات بيقول لك هو بيوصل يجيب الجيجا بس بيزق، يعني بيوقع شويه باكتس. ف لو في عندك كارت 100 ميجا بت بير سكند فممكن تجيب له كابل كاتيجوري 5. طيب و10 ميجا بت بير سكند برضه كابل كاتيجوري 5. تعالى افكرك اهو، لو عندك عربيه 10 ميجا بت بير سكند جبت لها كابل كاتيجوري 5، قبل كاتيجوري 5 ده الشارع كاتيجوري 5 ترى العربيه هتخش ومستريحه كمان، بيبقى الايرور قليل، تبقى المشاكل قليله، فالعربيه هتعرف تمشي في الكابل ده وهي مستريحه. فده كابل كاتيجوري 5 بتاعه. طيب 5 ايه؟ هو بقى الجيجا بتاعنا يقدر يسبورت اب تو 1 جيجا. لا وكل ده لسه 100 متر، ده كنت لسه عايز السبيدز دي كلها ل 100 متر، كل الكلام ده ل 100 متر. وال40 جيجا ال 40 لازم كاتيجوري 7. 7 لا مش بيجيبش 100 متر، ما بيجيبش 100 متر. مين؟ ما بيجيبش 100 متر. طيب فكاتيجوري 5 اللي هي انهانسد كاتيجوري 5 يقدر يشيل اب تو 1 جيجا بت بير سكند. فبرضه تاني يعني تختار الكارت بتاعك، لازم تختار الكروت الاول، السويتشات، كروت الكمبيوترات، كروت الراوترات، وبعدين نختار الكابلات دي في الاخر، يعني في النهايه تبقى تختار الكيبلز بتاعتك. ليه؟ لازم لو تختار العربيه بتاعتك قد ايه، وبعدين تختار الشارع هتخليه هتسفلته بعرض قد ايه، فالكابلات دي تكون في الاخر خالص. وكاتيجوري 6
صح. فعلا كاتيجري 6 ده بيشيل اب تو 4 جيجا بيت بير سكند. وكان في خدعه اصلها مشهوره اللي حصل. الشركات اللي بتصنع كروت قالت كده. الشركات اللي بتصنع كروت زي سيسكو وغيرها قالوا احنا بعد ال 1 جيجا، بعد ما عملنا كارت 1 جيجا هنعمل كروت 4 جيجا. فعملوا ايه شركات الكابلات؟ قررت شركات الكابلات تعمل كاتيجري 6 اللي يقدر يشيل حتى 4 جيجا، اب تو 4 جيجا. ويحكوا عليهم، هو مش ضحك عليهم اصلا، هو كده يعني اللي حصل. الشركات الفندرز اللي بيصنعوا كابلز، الفندرز اللي بيصنعوا كابلز كان عامل 1 جيجا. وتوقعوا الفندرز ان الخطوه الجايه هتكون كارز 4 جيجا. ولكن اللي حصل ان الفندرز فاجئوا كده لما عملوا ابحاث ان هم يقدروا ينطوا النقطه دي من 1 جيجا ل 10 جيجا. يعني في الاخر قالوا مفيش 4 جيجا. فطبعا كل اللي عملوا الكابلات كانت الكاتيجري 6 كانوا عاملين كابلات ديزايند للكارت ده. ليه؟ قالوا نبدا نسافه الشوارع علشان خاطر هتيجي عربيات 4 جيجا. فبدا ان هم يصنعوا كابل كاتيجري 6، ولكن طبعا الشركات عملت 10 جيجا. الكابل ده ما يشيلش 10 جيجا. فيعتبر يعني مشهور قوي في السوق كلمه ان الكاتيجري 6 كيبل ده يعني كيبل اضحك بيه على الشركات اللي بتبيع. بس كانوا باعوا يعني هم اوريدي كانوا باعوا، واللي بنوا انفراستراكشر كانوا بنوا انفراستراكشر. وفجاه كده فوجئنا مفيش حاجه اسمها 4 جيجا، في 10 جيجا على طول. الكابلات اللي تقدر تستحمل 10 جيجا كانت لها كاتيجري 6 اي او كابلات كاتيجري 6 اي. دول يقدروا يشيلوا اب تو 10 جيجا بت بير سكند، يقدروا يشيلوا لغايه 10 جيجا بت بير سكند. الكاتيجري 6 اي يقدر يشيل لحد 100 متر. الكاتيجوري 6 اي 30 25. بعض الشركات، بعض الشركات طورت شويه الكاتيجوري 6 اي بس مش ستاندرد، وخليته يشيل ال 100 متر. ليه؟ واضح ان هم كانوا يعني عملوا خط انتاج لل 6 اي ده، فحابب ان هم ما يخلوش ال 6 اي يكسبوا. بس ثاني هو الرقم السحري اللي بنحاول نوصله دايما ال 100 متر. وعلى فكره 25 متر مش قليلين. انت عارف ان كابلات الكاتيجوري 6 اي هي بتشيل 10 جيجا، هي هتبقى ما بين اني سويتش واني سويتش؟ بين سويتش الاكسس والديستريبيوشن. الديستريبيوشن والكور. يعني من الاخر غالبا هتبقى ايه؟ الدور فوق بعض. يعني هتشتغل طبعا بكابلات نحاس الادوار فوق بعض. وما بين الدور والدور كام متر اصلا؟ 3 متر. ما بين الدور والدور السابع 21 متر. تبقى ماشيه بقى، لكن تبقى ماشيه في تراك. يعني المفروض طبعا انت بتديزاين الشبكه بتاعتك، بتديزاين مسار للكابلات بتاعتك. فانا راح احط الكابينه اللي فيها الراوترات السوشيال الراكب فيها الراوترات السوشيال هنا تقريبا لو في الدور فيها احطها في نفس المكان فيه. فبتبقى 3 متر 3 متر 3 متر 3 متر. هو كان يقدر يوصل من الدور الاول للدور الثاني مستريح. اما طبعا لو كان يبدا تفكيك راحه اكتر، عايز اكتر من متر ما بين مبنى ومبنى مثلا، لا ده لازم لازم كان يبقى كاتيجري. طيب في كابلات طبعا اعلى من كده دلوقتي، في كابلات كاتيجري 6 7 في كابلات كاتيجري 7 واندر ريسيرش كاتيجري 8. في كاتيجري 7 كاتيجري 7 يقدر يشيل اب تو 40 جيجا بت بير سكند. 100 متر 100 متر لا اقل من 100 متر 25 متر برضه 25 متر. المفروض ان الكاتيجوري 8 هو اللي هيقدر يوصل لغايه ال 100 متر. بس كاتيجوري 8 موجود طبعا في انترنت كاتيجوري 8 بس مش ستاندرد. يعني بعض الشركات اللي بتصنع كابلات قالت لك احنا عملنا كابل ممكن يوصل 100 متر بس لسه بنظبط فيه شويه. وريكم يعني بيقولوا ان هم غالبا على 2015 بص 2015 هينزلوا كاتيجوري 8 اللي يقدر يوصل لك 40 جيجا بير سكند لغايه 100 متر. 6 8 ايه ولا ايه؟ 25 جنيه. ايه تمام اهو. تمشي 25 جنيه، تمشي 100 مثلا بس ما تبدليش الداتا. لا برضه مش القصه مش كده، في الاخر الداتا بيحصل لها ايه بعد 25 متر؟ بيحصل لها اتنويشن. فمش القصه ان هو هيبدا يقل السرعه بعد 25 متر، هي الداتا نفسها هتموت بعد 25 متر. عندي مثلا الانفراستراكشر كلها 6 اي. كلها 6 اي. طب بس مبنى واحد ولا مباني كتير؟ مبنى مبنى مستحيل. لا بقول في الاخر مبنى واحد وهو رابط ما بين ايه؟ دور ودور. يعني في الاخر انت احنا بنعمل ايه في الديزاين؟ ماشي اوكي تمام. انت قصدك لو هتشتغل عليه ان الكارت نفسه سرعته اقل. الكارت نفسه سرعته اقل مش كده؟ يعني انت شغال على كروت مثلا جيجا وحاطط الانفراستراكشر بتاعتك كان 6 اي. كان 6 اي لو كان ده بس 10 جيجا كان اللي هيوصل ل 25 متر. لكن لو طبعا 1 جيجا هيعرف يجيب ال 100 متر. انا يعني كنت فاكرك قصدك ان ايه؟ انه ده 10 جيجا فبعد ال 25 متر هتقل ل 10 جيجا. لا لا انا كله كله كل جيجا اكيد، كل كروتك اكيد جيجا. طبعا الانفراستراكشر كلها جوه المبنى فده ده يجيب. بص يعني اي كابل كاتيجري اعلى اكيد بيعرف يقوم باللي كان بيعرف بيعمل بيه الكابل الكاتيجري اقل. وما اعرفش برضه في مصر مش مشهوره كاتيجري 6 اي ليه؟ انا دايما كل بشوف الناس بتعمل كاتيجري 6 اي، يعني كل بيركب بيركب كاتيجري 6 اي عشان هو اول حاجه نزلت. ما اعرفش عليك 6 اي صح؟ اول حاجه نزلت فتعرف يمكن عشان اول حاجه نزلت برضه نزل 6 اي في الاول وكتير اشترى برضه الكابلات بتاعته وقال لك عايز يسرع الكابلات وخلاص.
بس برضو يعني هي انفراستراكشر هتفيدك قدام اكتر من دلوقتي. طيب ف كاتيجوري 7 يقدر يشيل اب تو 6 جيجا بت بس المفروض ان كاتيجوري 8 مش هيشيل اكتر من كده. يعني كاتيجوري 8 مش هيشيل اكتر من كده بس هيزود المسافه. يعني لغايه دلوقتي مفيش كابل نحاس يقدر يشيل 100 جيجا بت بس. عارف ان في كروت ده 100 ميجا بت 100 جيجا بت بس مفيش كابل نحاس لازم يكون كابل فعلا ساعتها. طيب انا معلش استغليت الفرصه لما جينا السيرت كبير انا بس افكر الناس بالكاتيجوريز دي عشان خاطر برضو لو حد كان ناسيها من السي سي ان اي يبدا يفتكرها. حد ما كانش عدى عليه في السي سي ان اي برضو يفتكرها. طبعا مش مفيده في السي سي ان اي يعني مفيش انت قايل عليها في السي سي ان اي مش مفيده في السي سي ان اي بس مفيده في الشغل. فانا برد على الناس اللي في شركه من الشركات اياها اللي لما الناس بتروح تعمل انترفيو يقول لهم احمد نبيل بيدي الكورس عشان تعدي بس الامتحان. فانا برد عليه وهو عارف نفسه كويس اقول اسم الشركه ولا ما اقولش؟ اقول بلاش كاميرا شغاله انت عارف انت عارف يا عبد الرب. طيب احنا مش بندي الكورس بس عشان تعدي الامتحان. الاهم انك انت تشتغل بيه وتفهم بيه وبعد كده يجي الامتحان في الاخر. طيب كده احنا خدنا كارت اسمه كارت الايثرنت. في كود تانية ايه؟ كارت اللي بعده كارت اسمه فاصل ايثرنت. انا اسف معلش هو الايثرنت 10 بيز بس انا لسه معلش 10 بيز تي ده لو توست بير في 10 بيز اف ده لو هتشتغل بفايبر. وهقول لك حالا المسافات وسرعات الفايبر زي ما حكيت لك عن الكاتيجوريز بس ايه نستنى شويه عليه. طيب فاست ايثرنت الفاست ايثرنت ستاندرد اسمها اي تريبل اي 802.3 بس احنا مزودين يو بحيث انه بس يميزوها ان دول ثلاثة بس تبقى ايثرنت دول ثلاثة يو تبقى فاصل تمام. فانت لما تيجي تقرا داتا شيت ناقصه والديزاين هتعمله وتلاقي كاتب لك عايزين سويتشات سبورت 802.3 يو قصده بيها ايه؟ قصده فاصل تمام. طبعا لو كتب لك فاصل تمام ماشي كتب لك دول ثلاثة يو ماشي 100 بيز تي اكس و100 بيز اف اكس. الاكس دي مقصود بيها ان هو فلكس